السعوديه ده قعدنا ويمشينا. مش انا اللي اتكلمت مع الراجل في ماتش السعوديه قعدنا ولا يمشينا، كابتن هاني ابو ريدة نفسه دخل قال لك اي نتيجه ايجابيه بكره انتم مكملين عقدكم. كان في خطا حصل، المفروض لو انت عايز كان لازم تجدد قبل ما تروح كاس العالم عشان تفضل الاحكام على السيطره على الفرقه بشكل كويس. كهربا عمل لنا كده حسيف، كهربا عمل لنا انتوا روحتوا من كتر ما شاف ومن كتر ما سمع السوشيال ميديا بتقول والاعلام بيقول وان ده كوره، لا مش عايزينهم هيمشوا بعد كاس العالم لازم يروحوا. فخلى الراجل طلع لنا في ماتش السعوديه قال لنا لا انتوا ارجع كهربا العب على نص في نص الملعب على الراجل، قال لك لا انتوا خلاص روحتوا. كان في حاجات لو رجع بيها الزمن، بس انا اللي كان لازم نقف نقول بلادي بلادي، احنا حقنا ان احنا نقف المستر هيكتور كوبر، الجهاز الفني كابتن احمد ناجي، محمود فايز، فانتا، اندوني، كل الجهاز الفني الطبي والاداري يقفوا على باشمهندس هاني، باشمهندس ايهاب الهيطه، يقفوا هم، ده حقهم ان هم يقولوا بلادي بلادي. 28 سنه يقف حد تاني يقول بلادي بلادي؟ مصر تقف تقول بلادي بلادي، لكن انا لازم اقف على الخط نقول بلادي بلادي. كنت انا بتكلم مع الراجل في كده بقى، لان كان في نغمه لازم تمشوا لازم تروحوا، لا مجموعه تانية تطلع تقود مصر في كاس العالم عشان التيكي تاكا والمهاره والمتعه واحنا رايحين حدث. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ عند مين الكلام ده يعني زي ما بقوله؟ فانا بقى في الحاجات دي كنت مترجم عجيبك بقى في الكلام ده. يعني في الحاجات دي لا حاسب لو مين يعني ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه واحد يجي يشتغل ويتعب ويش او نصعد كاس امم بعد 7 سنين وبعدين نوصل نهائي كاس الامم وبعدين ما حلفناش التوفيق بعدين نرجع تاني بعد 28 ساعه؟ لو ماتش